الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الأسبوع سيكون الحديث هو تتمة وحلقة أخيرة من حلقات الحديث حول الاستغفار، واليوم نتكلم عن أوقات الاستغفار. هل للاستغفار وقت؟ أم أن المطلوب والأكمل أن يكون الإنسان مداوما على الاستغفار؟ الإنسان في غالب الناس لا يخلو عن الذنب، صغيرا كان الذنب أم كبيرا، وبالتالي هو بحاجة إلى الاستغفار. إذا لم يكن الإنسان ممن يرتكب الذنب بجوارحه، يعني كان يتوفر على العدالة الشرعية، إلا أنه قد يهم به بقلبه فيحتاج أن يستغفر، قد لا يكون ممن يهم بقلبه ولا يفكر في الذنب، لكنه يعيش غفلة عن ربه، والغفلة أيضا لها تأثير سلبي على الروح على القلب، فيحتاج أن يستغفر. قد لا يكون غافلا ولكنه مشتغلا بما هو أقل حضورا. الآن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله تعالى في اليوم والليلة 70 مرة. هو لا يعصي ولا يهم بذنب ولا يكون مشغولا عن ذكر الله. إذا كان تلميذه أمير المؤمنين يقول: أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة. فإذا كان التلميذ يطلب شيئا يراه ممكنا، الممكن لا يمكن أن نتصور أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفعله، إنما يشتغل بطعامه بنسائه، هذا الاشتغال هو طاعة، لكنه يشعر أنه بذلك أيضا لا يكون الحضور كالحضور إذا كان منقطعا إلى الله تبارك وتعالى، فهو يشعر بالقصور. مهما فعل في حق الله فإن الله غريم لا يقضى دينه، فكان صلى الله عليه وآله كما في الرواية يستغفر الله 70 مرة. انجي الآن لبعض الأوقات التي لها خصوصية، يعني الآن كل وقت تستطيع أن تستغفر ويحسن بك أن تستغفر، لكن هناك بعض الأوقات لها خصوصية إضافية. الوقت الأول بعد الذنب، وفي الأسبوع الماضي مررنا على روايات تقول أنك وأنا إذا أذنبنا لا قدر الله نعطى فرصة 7 ساعات لا يسجل الذنب، لعلنا نستغفر، لعلنا نأتي بحسنة تمنع تسجيل السيئة. الآن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله تقول: طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب أستغفر الله. يعني سرعان ما يرجع، توبة من قريب، ما يترك للذنب أن يلوث القلب ليأخذ صاحبه إلى ذنب أكبر. يسرق بيضة ثم يسرق جملا، يرتكب صغيرة ثم يرتكب كبيرة، هكذا إذا ترك الذنب وأثره في النفس والقلب والروح. لهذا المبادرة إلى الاستغفار هي في الحقيقة تصحيح الوضع لكي لا يقسو القلب ويأخذني إلى ذنوب أكثر. فطوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب أستغفر الله.
الوقت الآخر، نهاية اليوم، الإنسان لا يعصي وهو نائم إلا في يقظته، ما يعصي وهو نائم. واحد يقول يمكن أن ينام في أرض مغصوبة فهو في نومه يؤثم، فعل ذلك في يقظته وكان نومه استمرارا. أما أن يبدأ ذنبا وهو نائم لا يحصل، غير مكلف النائم، ما يعي ما حوله. وبالتالي نهاية الوعي الذي يمكن من خلاله أن نختار الذنب هو قبل النوم بقليل. ورد في الرواية من قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، هي سطر يأخذ ثواني. أستغفر الله، لأنك تريد أن تمجده وتقول أن بيده الأمر، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات. هذه الرواية تقول: غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل العالج جبال، وإن كانت عدد أيام الدنيا. يريد أن يقول هذا الخبر أن الله خلقنا للرحمة، ويعرف ضعفنا، ويعرف أننا قد يؤثر علينا الشيطان أو النفس الأمارة أو الهوى، لكن فتح لنا باب الرجوع. والله في قرآنه يقول: إن الله يحب التوابين. إذن أنت حبيب الله حينما ترجع، وحبيب الله ينال من كرم الله، ومن كرم الله أن يغفر هذه الذنوب. هذا الوقت الآخر حينما نأوي إلى الفراش لننام. الوقت الثالث السحر. يقول تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فتش وقت آخر في القرآن يتكلم عن الاستغفار، تجد التركيز على الأسحار. لهذا روي عن إمامنا الصادق عليه السلام في قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، قال: المصلين وقت السحر. تحتمل أمرين هذه العبارة، تحتمل أمرين. الأمر الأول هو الاستغفار في صلاة الوتر كما ستأتي الروايات الأخرى، فإنه يستحب أن تستغفر ربك 70 مرة. التفسير الآخر يقول: لا، نفس الصلاة، الصلاة هي استغفار، الصلاة استغفار، الحسنة استغفار، لأنه يقول تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه جت في سياق الصلاة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا الصلاة كفارة، وورد أن صلاة الليل تكفر الذنب. وعن إمامنا الصادق عليه السلام في قوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، هذه غير الآية السابقة، الآية السابقة والمستغفرين بالأسحار، هذه آية تقول: وبالأسحار هم يستغفرون. قال: كانوا يستغفرون في الوتر 70 مرة في السحر. السحر خب الثلث الأخير من الليل. وعن إمامنا الصادق: إن من استغفر 70 مرة في وقت السحر فهو من أهل هذه الآية، آية وبالأسحار هم يستغفرون. وعنه عليه السلام: من قال في وتره إذا أوتر أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة وهو قائم، فواظب على ذلك حتى يمضي له سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار، ووجبت له المغفرة من الله عز وجل. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى يحب 3 أصوات: صوت الديك، وصوت قارئ القرآن، وصوت الذين يستغفرون بالأسحار.
وفي الرواية أن لقمان أوصى ابنه قال: يا بني لا يكون الديك أكيس منك، يقوم في وقت السحر ويستغفر وأنت نائم. حيوانات احنا ما نفهم شنو حياتها، لكن القرآن طرح لنا نموذج كيف تحيا على ما ذكر في سورة في قصة النبي سليمان. الآن هنا الرواية تقول هذا الديك يستغفر. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة معصومون من إبليس وجنوده. معصومون يعني في عصمة، في منعة. الذاكرون لله، وهذا قرآن: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيطان يجي يحاول، لكن الذكر يجعله يخنس ولا يستطيع فعل شيء. فأول نقطة الذكر. ثاني: والباكون من خشية الله. حينما تتفاعل النفس إلى حد البكاء معناه أن هذا الإنسان ندم على ما فرط وعلى ما قدم. الثالث قال: والمستغفرون بالأسحار. إذن من يواظب على الاستغفار في السحر يكون معصوما من الشيطان وجنده. وفي رواية أن داود عليه السلام سأل جبرائيل عن أفضل الأوقات، قال: لا أعلم إلا أن العرش يهتز في الأسحار. العرش يهتز في السحر. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: خير وقت دعوتم الله عز وجل فيه الأسحار. وتلا هذه الآية في قول يعقوب عليه السلام: سوف أستغفر لكم ربي. شوف الآن نبي ولاده في مأزق ويريدون منه يستغفر، يأجل. احنا نعرف أن القرآن يقول سارعوا بادروا، سارعوا سابقوا، تنافس، ما تأخر في العمل الصالح. لكن النبي يعقوب لما طلب منه أن يستغفر لأولاده قال: سوف، موسى أستغفر، سوف، يعني في تأجيل. الرواية قال: أخرهم إلى السحر. وفي رواية: إلى السحر ليلة الجمعة. إذن الأسحار هي أوقات الاستغفار. الرواية الأخيرة عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عز وجل إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب، يعني استحقوا العذاب، قال: لولا الذين يتحابون بجلالي ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار لأنزلت عذابي. إذن المسألة بهذه الطريقة، أن الاستدراج يكون حينما الإنسان يسرف في الذنب ولا يبالي، حينئذ يحرم التوفيق للاستغفار بالسحار. إلى هنا أعتقد أننا ذكرنا معظم ما يرتبط بالاستغفار. هناك بعض الأفكار التي يبدو أننا لن نأخذها، لننتقل إن شاء الله الأسبوع القادم إلى موضوع آخر. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.